بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزيه ومواساة الى اخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في حادث اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رئيس المكتب السياسي لحركه المقاومه الاسلاميه حماس اسماعيل هنيه واعرب جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا جلالته على اهميه وحده الصف الفلسطيني وتكاتفه من اجل نيل حقوقه المشروعه واقامه دولته الوطنيه المستقله على اساس حل الدولتين.